ويقول معلمنا يهوذا وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه. يبقى نطلع من الكلام ده على إني الرب جاي ومعاه جميع الملائكة القديسين ومعاه جميع القديسين. طب قلنا الملائكة ده عدد كبير، طب والقديسين قد ايه؟ شوف بقى القديسين من اول آدم، من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، من كل جيل. تصور العدد قد ايه، العدد قد ايه؟ عدد غير محدود. ده احنا لما قالوا طلعوا في ثورة يوم 30/6 وقالوا 30 مليون و 33 مليون والصور عمالة يتناقلوها يوم بعد يوم صور، قلنا يا عدد ايه؟ لكن تخيل جميع القديسين من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان في كل جيل، كل دولة جايين مع المسيح له كل المجد. يبقى المنظر قد إيه؟ تأمل معايا في مجد الملك المسيح. مسيحنا مش عادي، مسيحنا مش عادي. تبص له عين الشرير وغير المؤمن على انه ولد بيرضع من امه، تبص له عين الشرير وغير المؤمن على انه انسان معلق على الخشبة ومات، تبص له عين غير المؤمن والشرير على انه نبي، نبي من ضمن الانبياء. لكن اي انسان خاضع لعمل الروح القدس وبيشتاق للخلاص والحياة الأبدية، من أول آدم الرب يعلن لي ربوبية المسيح. المسيح له كل المجد، ما هواش لما تولد من العذراء مريم، لا، ده ابن الإنسان جه في ملء الزمان، لكن هو المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور. والإنسان اللي لما يحب الرب يعلن لي ويشتاق للخلاص تلاقي يقول: لأنه يولد لنا ولد. قبل ما يتولد الولد ب750 سنة يقول معلمنا أشعيا: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. يولد لنا ولد، اهو ده الولد اللي بيرضع من امه، لكن الها قديرا ابا ابديا عجيبا رئيس السلام. ولكل انسان مشتاق للخلاص والنجاه والحياه الابديه اطلب من الرب يعلن ذاته ليك، هتلاقي يستعلن فيك ربوبيه المسيح، وانه هو الله اللي ظاهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.